اهلا بكم اعزائي اصحاب الورش الفنيين هواة الكهرباء في الدرس الثاني من دروس رافعات الفولتية بطريقة التابات. وان شاء الله اليوم راح نحسب المساحة، نحسب القدرة، نحسب التيارات، واذا بقى وقت ان شاء الله نكمل اكثر من هذا الشيء. راح اسوي خطوات التصميم على شكل نقاط، اولا تكون مفهومة اكثر للمبتدئ، وثانيا اي نقطة مو مفهومة ممكن بالتعليقات يقول لي النقطة الفلانية، نقطة اثنين، نقطة ثلاثة، ارجو توضيحها فاوضحها بالدرس الاخر. فهاي النقاط راح اكتبها اثناء الكتابة، راح اقطع الفيديو، راح بالمونتاج اقطع الكتابة مالتي على مود لا تقدمون الفيديو. اول خطوة نحسب مساحة القلب الحديدي، نحسب مساحة هذا بالنص اللي هو 10 سنتيم في 7.6، او اذا كان عندك قلب دائري تحسب 7.6 في 10 سنتيم، يعني تضرب هذا في هذا او تضرب هذا في هذا. فنقول الاي يساوي 10 في 7.6 ويساوي 76. هاي اول خطوة نحسب مساحة القلب. ثاني خطوة احدد اقل فولتية. شلون احدد اقل فولتية؟ اشوف المنطقة اللي راح تشتغل بها هاي الرافعة اقل فولتية توصل لقد احدد. اني الصراحة هاي القلب الحديدي والقلب الحديدي الحقيقي اللي شوفتكم اياه بالدرس الماضي، انا محتاجة اشغله بمنطقة توصل بها الفولتية الى 155. راح اصمم الرافعة مالتي على 140 اقل فولتية. فالنقطة الثانية اقول 140 فولت، حددنا اقل فولتية. النقطة الثالثة استخرج الوفرة. قانون الوفرة شو يقول؟ يقول الفولتية اللي يشتغل عليها الجهاز او الفولتية الخارجة ناقص اقل فولتية على الفولتية الخارجة او الفولتية اللي يشتغل عليها الجهاز. فالوفرة شو تساوي؟ 0.364 4. استخرج قدرة القلب الحديدي لو كان رافعة. هنا أنا أريد أن تنتبه زين، ليش قلت استخرج قدرة الحديدي؟ ليش قلت لو كان رافعة؟ لأن هنا أنا لو كان محولة القانون عندنا يختلف، أما إذا بالرافعة هو قانون آخر. فأقول القدرة لو كانت رافعة شو يساوي؟ يساوي المساحة في المساحة، يعني الأي في الأي على الوفرة، ويساوي المساحة تو طلعناها بالنقطة الأولى 76 في 76 تقسيم 0.364. إذن القدرة شو يساوي برما أطلعها بالحاسبة 15868 فولت أمبير. هنا أني راح أفرضها 15000، يعني أطير 868 أحذفها. ليش أحذف 868؟ يعني سيفتي فكتر، معامل أمان. هو مو هواية ترى 4 امبيرات قدام تقريبا 70 امبير ما يسوي شيء. اقول تقريبا 15000 فولت امبير، او البي شي يساوي خافتوا يقولها 15 كيلو فولت امبير، يعني نفس الشيء. هذا كيلو فولت امبير وهذا فولت امبير. النقطة الخامسة استخرج
أكبر تيار للخروج، يعني القدرة مالتها جد راح تنطيني بال 220. فالنقطة الخامسة استخرج اكبر تيار، يعني امبير الخروج، استخرج امبيرية الخروج مالتها. شلون اقول 15000 تقسيم الفولتية الخارجة اللي هي 220، اقول تيار الخروج هذا رمز الامبير، تيار الخروج او الامبير، ويساوي كتبناه بال السلسلة الماضية برمز اي، فهنا أنا ما يجي ينخبط بينه وبين المساحة، فهذا الرمز افضل. 15000 تقسيم 220 هي القدرة تقسيم الفولتية، الفولتية الخارجة، ويساوي نطلعه بالحاسبة 68.18. النقطة السادسة استخرج أكبر تيار للدخول. شلون نستخرج أكبر تيار للدخول؟ أكبر تيار أنا ما أكيف بأكبر تيار طبعاً، بس هذا معناها أكبر تيار راح يدخل للرافعة إذا طلعت من عندها 68 أمبير. إذا طلعت 68 أمبير فأكبر تيار ممكن أن يدخل جد، فأكبر تيار أحصله من أقل فولتية ممكن أن توصل إلها الرافعة أو ترفعها الرافعة. فالقانون شو يقول؟ يقول القدرة اللي هي 15000 نفسها تقسيم أقل فولتية. النقطة الثانية حددنا أقل فولتية 140، ويساوي وتطلع بالحاسبة 107.14. هسه حددنا أكبر تيار للدخول. هسه بقى عندنا نستخرج تيار الملف الرئيسي. انتبه هنا انه ما عندنا احنا ملف رئيسي، ما عندنا ملف رئيسي، لان مره يصير هذا رئيسي وهذني كلها رفعات، المره الثانيه يصير هذا وهذا رئيسي وهذني كلها رفعات، المره الثالثه يصير هذا وهذا رئيسي والباقي كلها رفعات وهكذا. فأنا بيجي أقول تيار الملف الرئيسي، أقول تيار الملف الرئيسي لأن هذا دائما رئيسي، وهاي رفعات بعدين هذا ويا هذا وهاي رفعات، فهذا الملف دائما رئيسي، دائما يمر بأقل تيار، دائما يمر بأقل تيار، فلهذا أنا ألفه بجيج أقل. أولا أفرق وزن بالسلك، ثانيا أفرق بالمساحة، ربما المساحة هاي ما تكفيني، المساحة هاي ما تكفيني أو هاي المساحة ما تكفي، فمن أفرق بالمساحة وعدد لفات كثيرة جدا راح تكفيني، يعني وين ألف بجيش 13 وين ألف بجيش مثلا، خلينا نقول مثلا يعني وبجيش 8 كلش فرق، يعني عدد لفات أكثر، فلهذا أطلع تيار هذا الملف عند احدد الجيج، فبعد ما تكفي الصبوره هاي ما اقدر اكتب بيها على مود الترجمه مال الفيديو، راح ارمز التيار الملف الرئيسي اي ار. شو يساوي؟ يساوي هذا التيار اكبر تيار للخروج اي اوت، وهذا التيار أكبر تيار للدخول آي إن. فتيار الرئيسي آي إن ناقص آي أوت، تيار الدخول ناقص تيار الخروج، آي إن ناقص آي أوت، ويساوي 107.14
ناقص 68.18 ويساوي 38.96، يعني تقريبا 39 أمبير. هنا أمبير هسه لحد هنا اوكي. النقطة السابعة نحدد التيار الرئيسي. ما اعتقد بهذا الفيديو انطي اكثر من هاي القوانين، يعني هاي القوانين تفتهموها وتراجعوها وتطبقون عليها. اذا عندك قلب حديدي اكبر الارقام تكون اكبر، وهكذا تمشي بهاي النقاط التسلسل بهاي النقاط. واذا عندك قلب حديدي اصغر ايضا تمشي بتسلسل هذا النقاط، وتقدر تصمم وتطلع التيارات لحد هنا لحد النقطة السابعة نطلع التيارات. بس هنا انا اوضح فكرتين. الفكرة الاولى ليش قلت استخرج اكبر تيار او امبير للخروج، ليش قلت هاي؟ لان بالـ220 القدرة مال القلب الحديدي ما ينطيني اكبر من هذا التيار، ما ينطيني اكبر. ممكن اخذ اصغر، ممكن اخلي اجهزة لحد الـ60، والمفروض يعني اترك ايش كم امبير، يعني ما اعطي المحولة مالتي او الرافعة مالتي بكل طاقتها. الفكرة الاخرى ليش قلت نستخرج اكبر تيار للدخول؟ ليش قلت هاي الحكاية اكبر تيار للدخول؟ لان ما راح يدخل للرافعة اكبر من هذا التيار، مستحيل. اذا سحبت 68 امبير مستحيل يدخل. اذا سحبت 68 امبير فاكبر تيار يكون عندي 107، يعني بس اذا حملت عليها 170 راح يكبر هذا التيار عندي. اذا حملت عليها 80 راح يكبر هذا التيار عندي. دير بالك يعني انت راح تحمل على الملفين، ما تحمل على ملف واحد. زين شلون طلعت؟ شنو ليش قلت اكبر تيار للدخول؟ لان اصغر فولتيه، يعني 1500 تقسيم اذا كانت الفولتيه 140 يطلع 107. اذا جبت الفولتيه 188 جرب عندك بالحاسبه وقول 1500 تقسيم 188 يطلع لك رقم اقل من 107 بهوايه. فامبير الدخول هنا راح يقل، وبالتالي من اطرحه من امبير الخروج. حتى اذا انا محمل 68 امبير وكانت عندي 204، هاي الفكره اللي اوضحها اني. اذا انا محمل 68 وكانت عندك 204 فولتيه، فراح يصير هنا رقم حيل صغير، مو 107، رقم اصغر من عنده. تطرحها من بس اكبر من 68 100%، تطرحها من 68 يطلع لك رقم صغير، هو اللي راح يمر بالملف الرئيسي هذا. فهذا الملف الرئيسي دائما دائما ما يمر بي تيار اكبر من 107. ولهنا ينتهي درسنا. ما اطول عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.